الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أوضح خبراء اقتصاديون أن الفساد في العراق عطل الكثير من المشاريع ووصل إلى قانون الأمن الغذائي كذلك، حيث أضيفت الكثير من المبالغ في وقت ما زالت فيه آلاف المشاريع من دون أي إنجاز. ونقلت وسائل إعلام عن الخبراء تأكيدهم أن هناك أكثر من 7000 مشروع متلكئ في العراق، في حين تقوم الحكومة بإضافة مشاريع جديدة من دون التفكير حتى في كيفية استكمال المتلكئ منها. أضافوا أن مبالغ تصل إلى 12 تريليون دينار أضيفت ضمن قانون الأمن الغذائي لعدد من المشاريع. أكد اتحاد مقاولي ديالى أن حمى الأسعار ألغت 60% من طلبات بناء المنازل في المحافظة. قال رئيس الاتحاد إسماعيل الرباعي أن نحو 70% من مواد البناء الأساسية مستوردة، وخاصة حديد التسليح الذي ارتفعت أسعاره مؤخرا بنسبة 40% في الأشهر الأخيرة لأسباب متعددة، أبرزها خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. وبيّن بأن كلف بناء المنازل تصاعدت في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة، ما أدى إلى ضغط قوي على المواطنين ودفعهم إلى إلغاء أو تأجيل طلبات بناء المنازل. فيما يخص الدواجن، أقرت مديرية دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة الحالية بوجود عمليات تهريب غير شرعية للدواجن إلى العراق، مشيرة إلى أن العراق تأثر كثيراً من استيراد الدواجن، مما أدى إلى تدهور قطاعات الإنتاج المحلي وتعرض المربين إلى الخسائر الكبيرة. ولفتت المديرية إلى أن فتح باب الاستيراد من الخارج تسبب هو الآخر في حرمان الكثير من العاملين في هذا القطاع المهم من وظائفهم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب تسريح أكثر من 750 ألف عامل في هذا القطاع. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها لا تستبعد حدوث ركود اقتصادي في بلادها التي تواجه أصلاً أسوأ تضخم منذ 40 عاماً. وأضافت يلين أنه بعد أن نما الاقتصاد بمعدل سريع للغاية وتعافى سوق العمل ووصل إلى التوظيف الكامل، من الطبيعي جداً أن يحدث انتقال نحو نمو ثابت. هذا ويشير مصطلح الركود الاقتصادي إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي على مدى 6 أشهر تماماً، بما يؤدي إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي. ولهذه الظاهرة ملامح مخيفة، مثل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات كبيرة وإغلاق شركات كثيرة بسبب الإفلاس. ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية بنسبة 11.7%، حيث سجلت 20,180 دولاراً خلال جلسة التداول الأحد. ووفقاً لموقع كوين ديسك، فإن سعر البيتكوين بلغ 20,13 ألف دولار، هذا وانخفضت عملة بيتكوين السبت حيث سجلت 18,246 دولاراً بتراجع نسبته 10.75% عن الجمعة في أدنى مستوى منذ كانون الأول 2020. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
إلى اللقاء.